بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا، لأن بالتأكيد هنشوف ردود الأفعال ونتائج القرعة اللي أجريت بالأمس لبطولة الدوري الأفريقي، دوري السوبر ليج، اللي أسفر عن مواجهة قوية جدا للنادي الأهلي في مستهل وافتتاح مباريات بطولة السوبر ليج. سيمبا التنزاني يستضيف الأهلي على ملعب دار السلام في العاصمة التنزانية يوم 20 أكتوبر، هي مباراة الافتتاح، مباراة افتتاح بطولة الدوري الأفريقي. إن شاء الله هتبقى من خلال مباراة سيمبا والأهلي، والقرعة امبارح كانت فيها كل الإجراءات المتعلقة بمباريات البطولة. النهاردة هنستعرض مباريات أو جدول مباريات البطولة بعد إعلانه بشكل رسمي. كلنا عارفين طبعا القرعة أسفرت عن مواجهة الأهلي مع سيمبا، الفائز هيواجه الفائز من سان داونز وبيترو أتلتيكو الأنجولي المتواجد في البطولة حتى الآن، والطريق حتى المباراة النهائية مرسوم بشكل مباشر. كل لقاءات الإياب هتكون في القاهرة حتى موعد النهائي يوم 11 نوفمبر بإذن الله. نتمنى يا رب بإذن الله يكون التوفيق حليف الأهلي في هذه البطولة، ويكون النهائي في استاد القاهرة الدولي يوم 11 نوفمبر. النهاردة هنشوف ردود الأفعال، تعليقات الجهاز الفني واللاعبين، هنلقي الضوء على معسكر الأهلي في النمسا، هنشوف كل الأخبار، كل التفاصيل، كل الكواليس، وكمان هنتكلم على بعض الملفات المحلية واللي مكتوب النهاردة في السوشيال ميديا عن النادي الأهلي. ما تنسوش كمان خلال 48 ساعة موعدنا مع قرعة جديدة، قرعة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا، عشان الأهلي يعرف يوم 15/12 مين من الفرق اللي هيواجه النادي الأهلي. هل اتحاد جدة السعودي في حال فوز على أوكلاند سيتي، أم ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، أم بطل اليابان بطل آسيا اللي بالتأكيد موجود في القرعة وهيكون من ضمن الوعاء الفرق اللي هتنتظر الفائز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي. هذه المباراة اللي هتقام إن شاء الله في افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر في جدة. هذا الأسبوع هيكون أسبوع حاسم عشان نعرف كل المباريات الرسمية للأهلي، ولكن على المستوى القاري والدولي وليس المستوى المحلي اللي لسه زي ما بأكد كل يوم مش باين له أي ملامح. عموما عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف من وجهة نظر حضراتكم رأيكم في قرعة الدوري الأفريقي لكرة القدم ومشوار الأهلي في البطولة. وجهة نظركم، القرعة قوية، القرعة صعبة، القرعة سهلة، متوسطة نسبيا؟ تقدروا تشاركوا معنا من خلال الإجابة على السؤال عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم بإذن الله، ونتمنى نشوف يعني آراء يعني تقول لنا بكل صراحة كده القرعة هل قوية ولا سهلة ولا صعبة ولا متوسطة. كل الناس تشارك في الإجابة على السؤال، لكن نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته اليوم في معسكر النمسا. وفي الترند المحلي، اتحاد الكرة يطلب حضور 30,000 مشجع في مباراتي مصر. وفي الترند العالمي، كلوب محمد صلاح ملتزم وبكامل تركيزه مع ليفربول. طيب، استعراض مباريات اليوم النهاردة استكمال جولة المباريات في الدوريات الخمس الكبرى. نبدأ بالدوري الإنجليزي، وفي هذه الأثناء في مباراة ما بين كريستال بالاس مع ويلفرهامبتون ونتيجة التعادل السلبي 0-0. ليفربول ما زال متقدم على أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء، والساعة 6:30 أرسنال بيستضيف مانشستر يونايتد. نروح للدوري الأسباني، جيرونا فاز على لاس بالماس بهدف مقابل لا شيء، والساعة 5:15 ريال مايوركا هيستضيف أتلتيكو بالباو. وفي الساعة 7:30 كانت في مباراة ما بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية، ولكن تأجلت بسبب الظروف الجوية. الساعة 10 من مساء اليوم أوساسونا بيستضيف برشلونة. الدوري الإيطالي والسيريا إيه، الساعة 7:30 انتر ميلان بيستضيف فورنتينا، تورينو بيستضيف جينوا، الساعة 10 إلا ربع إمبولي بيستضيف يوفنتوس، والساعة 10 إلا ربع أيضا ليتشي بيستضيف سيلرنتانا. الدوري الألماني ومباراة انتراخت فرانكفورت مع كولن، حاليا المباراة في الشوط الأول وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. الساعة 6:30 يونيون برلين بيستضيف لايبزيج. دوري الفرنسي، يمكن مباراة تولوز مع كليرمون فوت انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 للمتقدم على مونبلييه بهدف مقابل لا شيء. لهوفر متعادل سلبيا مع لوريان.
ميدز متعادل إيجابيا 1-1 مع استاد ريمس، والساعة 6:05 نيس بيستضيف ستراسبورغ، الساعة 10 إلا ربع ليون بيستضيف باريس سان جيرمان. مشاهدة ممتعة لكبرى المباريات في أهم وأكبر الدوريات الأوروبية، البطولات الكبرى في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني والفرنسي. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. نبدأ نسخن بقى ونستعد للموسم، لأن الموسم يبدو كده هيبدأ إيه سخن على صفيح ساخن جدا. مباريات من بدايتها كده مباريات قوية، والقصة الأيام بتجري بسرعة وداخلين على معمعة بطولات يعني من العيار الثقيل. مباراة اتحاد العاصمة كنا عارفين طبعا إن خلاص تحدد ميعادها يوم 15/9 في المملكة العربية السعودية الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. دي أول بطولة الأهلي مقبل عليها، وهيخوض مباريات السوبر بإذن الله يوم 15/9 في السعودية. امبارح كانت قرعة السوبر ليج، قرعة الدوري الأفريقي، وكلنا عارفين طبعا شكل التصنيف، الأربع فرق المصنفين في الوعاء بي والأربع فرق اللي هم التصنيف تاني في الوعاء إيه، وكل فريق هيبدأ يواجه مين لغاية لما شفنا مباريات الكوارتر فاينل، وكمان المواجهات المباشرة ما بين الكوارتر فاينل الأول مع الرابع والتاني مع التالت ثم السيمي فاينل والفاينل. بس الحاجة الغريبة قبل ما استعرض جدول الماتشات، ودي ما كانتش مفهومة امبارح وأنا بتفرج على القرعة، لما بنتفرج على قرعة دوري أبطال إفريقيا أو حتى الكونفدرالية، بعد ما بتتعمل قرعة الكوارتر فاينل بتتعمل قرعة على السيمي فاينل والفاينل، بمعنى مين هيروح في الكورة اللي هتبقى سيمي فاينل 1 وسيمي فاينل 2، دي ما اتعملتش امبارح. مين هيروح في الكورة بتاعة الفاينل 1 والفاينل رقم 2، دي ما اتعملتش امبارح. هم عملوا الكوارتر فاينل 1 و2 و3 و4، وتعرفت الفرق اللي هتبدأ في دور الربع النهائي والفرق اللي ممكن تواجه بعض في نصف النهائي، لكن ما تعملتش الإجراءات الباقية في القرعة. ويبدو كده أن الناس اللي كانوا قائمين على إدارة القرعة امبارح ما عندهمش خبرات في مسألة المسابقات. يعني أنا امبارح ما شفتش حتى مسؤول من المسابقات أو مسؤولين من الاتحاد الإفريقي على المنصة أو على الستيج بيحاولوا يساعدوا نجوم الكرة في إجراء القرعة. أنا حتى امبارح كنت شايف الاتحاد الإفريقي كان ضيف شرف، يعني كانوا ضيوف زيهم زي الإعلاميين والصحفيين اللي كانوا موجودين في القرعة. في تفاصيل كتيرة لسه مش واضحة، يعني امبارح القرعة فيها حاجات كده مش واضحة بالنسبة لنا كإعلاميين عندنا خبرات في متابعة هذه البطولات والأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة. ولكن عموما النهاردة الحساب الرسمي للدوري الإفريقي على تويتر نشر جدول المباريات من أول الدور ربع النهائي حتى موعد المباراة النهائية. لكن هنركز أكتر إحنا على مباريات الأهلي. الأهلي لو هنستعرض جدول مبارياته السنة دي في البطولات القارية والدولية من أول نص 9 لغاية نهاية ديسمبر، المباريات كلها تسكنت، المباريات كلها اتعرفت، جدول المباريات خلاص اتحدد باليوم وبالساعة وبالتاريخ، كل حاجة اتحددت. ناقص بس بعد بكرة قرعة كأس العالم للأندية في جدة هنعرف مين المنافسين اللي هيواجهوا الأهلي يوم 15/12، وبإذن الله إذا ربنا كرمنا وتأهلنا نلعب 18/12 مع بطل أمريكا الجنوبية ولا نلعب 19/12 مع مانشستر سيتي، ثم الفاينل وتحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر. هنستعرض جدول الماتشات لأن الجدول ده هيوضح لحضراتكم حاجة ظريفة قوي، إمتى ممكن الأهلي يلعب دوري من النهاردة لغاية نهاية شهر 12، لأن الجدول ما فيهوش خرم إبرة ممكن نلعب فيه مباراة. بل بالعكس انا سامع كمان قبل الحلقه ان ممكن اتحاد الكره عايز يعمل كاس السوبر للانديه الابطال في ابو ظبي قبل الدوري الافريقي، يعني حتى ما فيش مساحه ان ممكن يلعبوا الدوري في اول 10، والا لو واذا يعني لو اتلعب الدوري في شهر 9 اعتقد مش هنلعب غير اسبوعين او 3 بحد اقصى، فالدوري الوضع فيه مش محسوم والوضع مش واضح بنسبه كبيره. هنستعرض الجدول عشان كل الناس من دلوقتي تعرف الأهلي بينتظروا إيه في الفترة اللي جاية. يوم 15/9 قدامكم على الشاشة أهو جدول مباريات الأهلي في البطولات القارية والدولية. 15/9 السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة في المملكة العربية السعودية الساعة 9 مساء في ملعب استاد الملك فهد في الطائف. يوم 23/9 سان جورج والأهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني. فين؟ في الحلقات اللي جايه عندي فيها مفاجآت، لان بصراحه انا بشوف حاجات بتحصل الفتره الاخيره في الاتحاد الافريقي مش واضحه بصراحه. المفروض الماتش ده كان يتلعب بره اثيوبيا
لان الملاعب حاليا اثيوبيا مش معتمده في الدور التمهيدي الثاني، ولكن الاتحاد الاثيوبي بعت للكاف وعايز يطلب استثناء ان يلعب مع سان جورج او يلعب سان جورج مع الاهلي في اديس ابابا. هنتكلم في الموضوع ده او الملفات دي في الفتره اللي جايه. يوم 30/9 لقاء العوده الاهلي وسان جورج في القاهره. في اجنده دوليه لمنتخبنا الوطني من 9 اكتوبر ل 17 اكتوبر. طيب بعد الاجنده ب 48 ساعه واللي كنا خايفين منه حصل. سيمبا التنزاني هيستضيف الاهلي في افتتاح مباريات الدوري الافريقي يوم 20/10 في دار السلام. طب ماذا لو منتخبنا الوطني، ودي معلومه انا سمعتها لسه الاتحاد ما اعلنهاش، اتحاد الكره ما اعلنهاش، مصر ممكن تلعب الجزائر في الكويت يوم 17/10. طيب شكلنا داخلين على مشكله جديده، لان الاهلي وقتها لازم يكون في تنزانيا عشان عنده ماتش مع سيمبا يوم 20/10. ادي ازمه جديده. طيب لما نشوف المنتخب هيحدد يوم 17 ولا هيبدر الميعاد شويه. طيب مباراه الاياب مع سيمبا هتبقى في القاهره يوم 24/10. الاهلي كسب ان شاء الله هيواجه احد الناديين، سواء سان داونز او بيترو اتلتيكو في حاله يعني استمرار بيترو اتلتيكو في البطوله. امتى المباراه دي؟ الذهاب يوم 29/10، العوده في القاهره يوم 1 نوفمبر. طيب وصلت للفاينل. الفاينل ماتش الذهاب يوم 5 نوفمبر 5/11، ماتش الاياب في القاهره يوم 11/11. طيب بعد اياب نهائي السوبر ليج مفيش ب 48 ساعه بدايه الاجنده الدوليه لمنتخبنا الوطني 13 نوفمبر حتى 21 نوفمبر. الاجنده دي فيها مباراتين تصفيات كاس العالم المؤهله لبطوله المونديال، كاس العالم في امريكا وكندا والمكسيك، فبالتالي في اجنده لمنتخبنا. تخلص الاجنده يوم 21 نوفمبر على طول ان شاء الله لما نتخطى مباراه سان جورج ونتاهل لدور المجموعات. اول مباراه في دور المجموعات 25 نوفمبر، يعني بعد نهايه الاجنده بثلاث اربع ايام على طول. الجوله الثانيه 2/12، الجوله الثالثه 9/12، هتروح بعدها على كاس العالم للانديه. اول مباراه للاهلي 15/12، كسب وربنا كرمنا عندنا مباراه يا اما يوم 18 يا اما يوم 19/12. هنكمل اكيد لان لسه في مباراه فاينل او تحديد المركز الثالث يوم 22/12. بص الجدول عامل ازاي، 15 مباراه قاريه ودوليه للاهلي من نص شهر 9 لغايه نهايه ديسمبر. وعلى فكره بعد كاس العالم للانديه في مباراه في الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا، لو الاهلي كمل في كاس العالم بنسبه كبيره هتؤجل، بس ممكن تؤجل لبعد كاس العالم قبل المنتخب ما يبدا الاستعدادات لكاس الامم في الكوت ديفوار في يناير وفبراير 2024. يعني ممكن كمان ترجع من كاس العالم تلعب الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا اذا ما تاجلتش يعني لبعد كاس الامم. قولوا لي بقى في الجدول ده ايه الايام اللي ممكن اتحاد الكوره يسكن فيها مباريات للاهلي؟ هل عنده مساحه؟ مش عارف. الرابطه هتعمل ايه؟ مش واضح. الجدول هيعلن امتى؟ محدش فاهم. قرعه البطوله ونظام البطوله هيعلن ازاي؟ لغايه دلوقتي محدش وضح. طيب لما تيجي تعمل كاس السوبر للانديه الابطال البطوله المستحدثه وللنادي الاهلي كان حدد موقفه منها، معنى كده انت لو لعبتها قبل الدوري الافريقي يعني انت كمان هتوقف الدوري في اول اسبوع في 10، لان انت عندك اجنده دوليه هتبدا يوم 9 اكتوبر، فانت يا دوبك عندك 8 ايام من 1 اكتوبر ل 8 اكتوبر. دي الفترة الوحيدة اللي ممكن تلعب فيها مباريات محلية، هل هتستغلها عشان تعمل كأس السوبر للأندية الأبطال؟ الله أعلم. طب لو لعبت الأهلي دوري، ممكن الأهلي يلعب كام مباراة في الدوري؟ بالمشهد العام كده يوم ما الأهلي يكون لعب ضغط ماتشات مش هيلعب أكتر من 7-8 مباريات، ده إذا الدوري بدأ يوم 19/9 واتلعبت مباريات في شهر 10 قبل الدوري الإفريقي. 7-8 مباريات بحد أقصى. ولسه هتستأنف وتستكمل بعد كاس الامم في فبراير 2024. هيبقى ناقصك كام مباراه؟ الله اعلم، لان المشهد العام كده لازم قرار حاسم من رابطه الانديه خلال ساعات. الخريطه القاريه والدوليه خلاص اتحددت وكلها 48 ساعه ونشوف قرعه كاس العالم الاهلي هيواجه مين، وهتبقى التواريخ والايام والساعه نفسها هنعرف كل مباريات النادي الاهلي. ولكن بقى ايه اللي جاي؟ لسه مش عارفين اتحاد الكره هيتعامل ازاي. عموما ده جدول الماتشات وموضوع بيترو اتلتيكو النهارده. الحساب الرسمي للدوري الافريقي نشر بيان اعلنوا فيه
ان بترو اتلتيكو الانجولي قد لا يشارك في بطوله الدوري الافريقي هذا الموسم، واللجنه بتنتظر قرار نهائي ورسمي عشان تاخد موقف في مساله البديل. هيبقى في تعليق للمشاركه، ايه القرار اللي هيتخذ؟ لسه ده هنشوفه في الساعات الجايه، ولكن لو تم تحديد بديل لن يكون البديل من منطقه شمال افريقيا. البديل هيكون في نفس منطقه وسط وجنوب القاره الافريقيه، لان بترو اتلتيكو داخل في الزون بتاع ماموليدي سان داونز وسيمبا التنزاني. دي منطقه الزون اللي تم اختيار منها بترو اتلتيكو. في زون غرب افريقيا موجود من خلالها انيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي. وبالتالي البديل اللي هيكون موجود عن فريق بترو اتلتيكو هيكون من وسط وجنوب القاره. لو ما لقوش فريق مناسب بالتصنيف اعلى بملعب مناسب ممكن يروح لمنطقه الغرب. هل ممكن يختاروا اسك ميموزا؟ هل ممكن يختاروا القطن الكاميروني؟ ده هنشوف خلال الايام القليله القادمه، عشان كمان سان داونز هيعرف ساعتها مين المنافس بتاعه اللي هيلعب هذه المباراه في انطلاق بطوله الدوري الافريقي مع النادي الاهلي وكل الفرق المشاركه. مباراه الاهلي يوم 20 اكتوبر، وباقي مباريات الفرق الاخرى خلاص اتحددت. مين هيلعب 21؟ مين هيلعب 22؟ ولكن الاهلي خلاص اتحدد 20/10 في تنزانيا، 24/10 في القاهرة. كنا نتمنى ان يكون في حضور الانديه امبارح، ولكن للاسف طبعا لم يتم توجيه الدعوه للانديه. الكلام في البدايه كانت القرعه اونلاين، ولكن فوجئنا امبارح ان كان في حضور لعدد من الصحفيين والاعلاميين، ولكن اصحاب الفرح نفسهم ما كانوش موجودين. ودي برضو مليون علامه استفهام، يعني انت ازاي بتعمل بطوله جديده وعايز تعمل لها تسويق وعايز تعمل لها انتشار والانديه اصحاب الحدث نفسهم مش موجودين؟ طيب، قرعه الدوري الافريقي وتفاصيل الدوري الافريقي، نروح بسرعه للزميل الناقد المحلل الفني ايمن جيلبرتو معانا من خلال الاسكايب عشان نعرف رايه في قرعه الدوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي الممتاز، وكمان ناخد وجهه نظره في مساله الانطلاقه والبدايه مع سيمبا وموعد الاجنده الدوليه 17/10 والمباراه 20/10 من بدري قبلها بشهر. اهو بنتكلم على هذه الجزئيه. ايمن، مساء الفل. مساء الخير يا محمد، عليك وعلى كل اسره قناه النادي الاهلي وكل المشاهدين. وقبل اي حاجه يعني تحيه انت تستحقها في هذا الملف، لانك من اول الناس اللي كنت بتقول المعلومه، يعني قبل اي حد تقول المعلومه. الله يخليك. لو في تعديلات بتقول التعديلات الملاعب، يعني بجد الملف ده من بابه. انت كنت في الموعد زي ما بنقول كده، فشكرا جزيلا وبالتوفيق ليك دايما يعني في الملف ده وفي كل الاصعده. حبيبي ايمن، متشكر جدا لذوقك، ونستغل بقى الوقت ووجودك معانا ونسالك على رايك في القرعه الافتتاحيه مع سيمبا يوم 20/10 وتوقيت المباراه مع نهايه الاجنده الدوليه 48 ساعه. طبعا احنا يعني سيمبا بالتاكيد هو المنافس الاصعب، يعتبر في المنافسين اللي احنا كان من المفترض نلعبهم، يعني بسبب ان سيمبا ملعبه زي ما بنقول كده ملعب صعب، اجواء جماهيريه بتبقى صعبه، ولكن البطل لا يخشى احد. المفروض يعني كل الناس هي اللي تخشى البطل، ولكن احنا بنتكلم في الامور فنيا. يعني فنيا احنا خدنا اصعب فريق في التصنيف الثاني، ولكن في ميزه برضو ان حسب القرعه وحسب الطريق بتاعك انت عندك ادفانتج في فكره ان انت اغلب المباريات كلها اللي في طريقك لو ربنا كرمك في دور الثمانيه، دور الاربعه الاياب في ملعبك، ربنا كرمك وصعدت نهائي يبقى مباراه التتويج في ملعبك. طبعا ما فيش حاجه مضمونه، ولكن بنقول بتبقى ادفانتج حلوه ان انت دايما السكند ليج بتاعك يبقى على ملعبك، بتبقى افضليه معنويه. ولكن في النهايه النادي الاهلي كم من البطولات كسبها بره ملعبه، كم من البطولات كسبها على ملعبه والعكس، فيعني الامور واحده. ولكن سيمبا يظل هو المنافس الاصعب للاهلي من فرق التصنيف الثاني. طيب، التوقيت بقى ما بين نهايه الاجنده والنهارده، كان في بعض الصحف الجزائريه قالت ماتش مصر والجزائر في الكويت يوم 17/10 والاهلي وسيمبا 20/10، رايك هتتحل ازاي؟ يعني قاعدين زي ما انت بتقول كده، احنا فهو من بدري، لان فعلا ده ملف عشان ما نقعش في نفس المشكله بتاعه الاجنده الحاليه. هنقول ان صلاح حل موضوع الاجنده الحاليه من عنده، ولكن
لكن الاجنده الجايه، الاجنده من 9 اكتوبر لحد 17 اكتوبر، المنتخب من المفترض ان هو غير مباراه الجزائر كمان يا محمد المفروض هيلاعب زامبيا حسب الكلام المتاح. المباراه بتتكلم ان هي تتلعب حتى مباراه الجزائر مش تبقى هنا في مصر، يعني لعيبه الاهلي اللي هتبقى متواجده في المباراه بتاعت الجزائر هتسافر من مصر للكويت مثلا لو المباراه في الكويت، بعد كده ترجع تاني عشان المفترض ان هي تسافر تنزانيا او تسافر تنزانيا من الكويت، وكلنا عارفين برضو اجواء السفر ما بتبقاش سهله. فالتوقيت ده مع الشركه أكيد المنظمه لمباراه مصر والجزائر بحيث ان الاجنده من 9 ل 17، يعني نقدر نلعب الماتشين في النص بشكل مريح جدا، ندي افضليه ان احنا الفنيه طبعا لمنتخب مصر بالتأكيد يستفيد قبل كأس الأمم. هو هيبقى فيه طبعا أجندة تانية في نوفمبر، ولكن بنتكلم يعني الراجل برضو يستفيد بالأجندة بتاعت أكتوبر، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه مشكلة إن لعيبة الأهلي يحصل أي إجهاد أو أي مشاكل في الصرف. في النهاية دي مباريات ودية في أجندة دولية، أكيد ولكن يعني نراعي بعضنا. يعني أنا برضو حاجة غريبة يا محمد لو ينفع نطرحها، المواعيد برضو من الكاف بتبقى غريبة جدا، يعني بتبقى كل أغلب المواعيد دلوقتي بقت لازقة في الأجندة الدولية من غير مراعاة للسفر، فالموضوع صعب جدا. حتى في مباراة في السيمي فاينل، يعني إن شاء الله لو الأهلي ربنا كرمه وتأهل للسيمي فاينل على طول في الدوري الأفريقي، المباراة اللي هي التانية بتاعت السيمي فاينل بنتكلم 29 و1 نوفمبر، مفيش يعني وقت 29 اكتوبر 1 نوفمبر، يعني النهارده الاهلي مثلا هيبقى في وسان داونز حتى، او لو المنافس الثاني ايا كان هيجي مع والناحيه الاهلي على الثانيه. الطياره على فكره. الموضوع صعب، يعني بنتكلم فرق يومين او ثلاثه صعب جدا في افريقيا، احنا برضه مش في اوروبا، ولكن لازم نتعامل مع الامر ونتمنى من دلوقتي اهو الجهاز الاداري للمنتخب المشرف العام على المنتخب كابتن حازم امام يبقى في تواصل من جانب النادي الاهلي اكيد ان شاء بشكل الله. كلنا نوصل لسيناريو ان المنتخب يستفيد وما يبقاش برضو النادي الاهلي اكيد. متضرر من حاجه. طب ايمن سؤال اخير عشان ما اطولش عليك، طريق القرعة يعني الأهلي مباراة سيمبا مباراة صعبة جدا وأجواء جماهيرية، ولكن كمان في اتجاه الأهلي لو الأهلي كمل بإذن الله هيصطدم غالبا مثلا بسان داونز، يعني شايف طريق البطولة إزاي بالنسبة للأهلي؟ يمكن ده أكتر اتجاه فيه صعوبة عن الاتجاه الآخر، لأن الاتجاه الآخر يعني ممكن الوداد والترجي يواجهوا بعض في تكرار الفاينل اللي كان فيه الأزمة الشهرية بتاعت تقنية الفار. بص، هي البطولة لأن هي 8 فرق فكل الطرق بتبقى صعبة، لكن بالتأكيد النادي الأهلي واخد أفضل تصنيف، يعني زي ما بنقول كده أفضل فريق في التصنيف ب صن داونز. طبعًا تحس إن هو إيه، إحنا فاكر عشرة. محمد هنيدي إحنا اتكتب علينا مصايرنا تبقى واحدة، واضح إن إحنا صن داونز اتكتب علينا إن مصايرنا دايمًا أكيد تبقى واحدة، ولكن نتمنى ان تبقى فقل حسن زي اخر كام مواجهه بيننا وبين صن داونز كانت فقل حسن لينا باستثناء 2019. ما بعد 2019 كل ما بنواجه صن داونز احنا موجودين في نهائي، أكيد فحتى مع النتيجه السيئه الموسم البطوله اللي فاتت في افريقيا، لكن احنا خدنا اللقب في النهايه، كلنا هنفتكر ان الاهلي خد اللقب في النهايه. فلا، هو فعلا طريق صعب البطوله. انت اشرت لحاجه مهمه جدا واكيد هتتكلم فيها في الحلقات اللي جايه، موضوع الجوائز ده ان هو يتم تقليصه برضو، يعني خد من حلاوه البطوله، وده برضو بيقلقنا شويه أكيد ان البطوله بعد كانت بدايه بنتكلم في 24 نادي جوائز 11 مليون دولار، بعد كده 8 انديه، المركز الاول 6 مليون دولار، بعد كده بنتكلم في 2.5 مليون دولار. فيعني نتمنى ان الامور تسير في صالح النادي الاهلي عشان نستفيد، ولكن البطوله دي برضو يعني مستنيين منك شغل كبير يا محمد عشان الناس كلها لسه مستنيه البطوله هتتذاع ازاي، فيها مفاجآت يا هتتنقل أيمن. ازاي، فاحنا مستنيين مفاجاتك. في مفاجآت الفترة الجاية. أيمن جلبرتو أنا بشكرك شكرا جزيلا، بستمتع دايما بوجودك معايا في التحليل، وكل الناس أكيد بتستفيد من خلال فقرة تريند أونلاين وعبر السكايب. كان معانا زميلنا أيمن جلبرتو والحديث عن قرعة السوبر ليج والمفاجآت المنتظرة خلال الفترة اللي جاية. أكتر حاجة الناس عايزة تسمعها الفترة الجاية أكيد جوائز البطولة هتبقى كام، البث الفضائي ايه النظام بتاعه، كل ده اكيد هيتضح خلال الفتره اللي جايه. ولكن الكلام عن البطوله في البدايه كان بارقام كبيره جدا، ولكن مع قرب انطلاق الحدث الامور بدات تختلف لغايه لما نشوف الصيغه النهائيه. وانا هنا يعني هتعامل مع التصريح الرسمي، احنا كصحفيين دايما في شغلنا بنتعامل مع مصادر وبتبقى مصادر رسميه، بس طبعا المصادر ما بتحبش تذكر اسمائها طالما الموضوع لسه ما خدش الصبغه الرسميه، ولكن دايما بنتعامل مع المعلومات اللي بتجينا
ولكن الجزئيه بتاعت الاعلان الرسمي امبارح، فيرون السكرتير العام للاتحاد الافريقي اعلن ان لغايه دلوقتي لسه الجوائز لم يتم الاتفاق عليها وهيعلن ده خلال الفتره الجايه، ولكن من خلال مصادرنا موضوع الجوائز اختلف عما قيل في الفتره السابقه. طيب، الاهلي في النمسا، والنهارده كان استئناف لتدريبات الاهلي بعد الجوله الحره والراحه بالامس اللي منحها مارسيل كولر لكل اللاعبين وافراد الجهاز الفني. طبعا شايفين بعض اللقطات من الجوله الحره امبارح في شوارع العاصمه فيينا، كهربا مع الجاليه المصريه، خالد عبد الفتاح، احمد عبد القادر، الناس امبارح كلها استمتعت. واكتر حاجه اسعدتني واسعدت كل الاهلاويه حاله البهجه والالتقاء جماهير الاهلي والجماهير المصريه والجماهير العربيه بلاعبي الاهلي والجهاز الفني في الشوارع في النمسا في العاصمه. طبعا كولر مش غريب عن المكان، ده راجل اشتغل في النمسا ودرب من منتخب النمسا حوالي 8 سنين، ولكن امبارح الجاليه التونسيه بتلتقي بعلي معلول، الجاليه المصريه بتلتقي بكهربا، بقفشه، بخالد عبد الفتاح، بمروان عطيه. لا، المشهد جميل، والواحد متفائل بصراحه من المعسكر ومن اللقطات اللي جايه من النمسا. كمان زميلنا فاروق صلاح بصراحه يعني مدينا تفاصيل كتيره جدا عن معسكر الاهلي في النمسا، وبيتكلم كمان على مدى يعني تفكير وتجهيز كولر لهذا المعسكر. ولكن بقى هسيبكم انا مع الجوله شويه، واكيد طيب نكمل في الجوله وارجع لكم تاني. دي لقطات بنزحها لحضراتكم من جولة الأهلي في النمسا من امبارح، وبالتأكيد لقطات حصرية على شاشة قناة الأهلي. ولكن بقى التفاصيل والأخبار والكواليس كالعادة نروح لزميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في النمسا عشان نعرف منه آخر الأخبار. فاروق، مساء الفل. برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب، عايز اعرف منك اخر الاخبار النهارده. النهارده استئناف التدريبات بعد الجوله الحره بالامس، فاخر الاخبار عندك، لان كمان عندي مجموعه من الاسئله كده عايز اعرف انطباعات الجهاز الفني على قرعه الدوري الافريقي بالامس. يعني محمد، خليني في البدايه اقول لك بالنسبه لي الامس طبعا كانت الجوله الحره، الجميع استمتع هنا بالاجواء في فيينا وفي النمسا بصفه عامه. اللاعبين طبعا انت عارف اليوم بالامس كانت جوله حره منحها الجهاز الفني للاعبين، يعني تقدر تقول لعيبه كل لعيب يعني قدر ان هو يجيب بعض الامور الخاصه به في سواء الاحذيه الرياضيه زي ما قلنا بالامس او الحراس المرمى بعض القفازات مع يعني الشوبينج شويه امور كده. الجميع استمتع هنا بالاجواء. طبعا زي ما انت قلت يا محمد، الجاليه العربيه اللي كانت بتدور والجاليه التونسيه اللي بتدور على علي معلول، زي ما انت قلت بالفعل ماستر كولر بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في النمسا. يعني بعض الاحاديث الجماهير في النمسا يعني كان مع مستر كولر يعني بيقولوا له احنا عارفين ان انت بتدرب ريال مدريد افريقيا، النادي اللي بيشبه ريال مدريد في قاره افريقيا هو النادي الاهلي. مستر كولر كان مبسوط بانطباع الجماهير هنا في النمسا ان هم متابعين اخباره ومتابعين اخبار النادي الاهلي. طبعا خلاص الجوله الحره كانت الامس، لكن النهارده بقى رجعنا تاني يا محمد للاجواء المعسكر الفريق اللي استأنف تدريباته. تدريب الصباحي كان في تمام الساعه العاشرة والنصف، وكان منقسم لجزئين، يعني ما بين الجانب في الجيم بعض اللاعبين في الجيم واداء بعض الجوانب البدنيه مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم الشق الفني لمستر كولر مع اللاعبين. يعني برضه اقدر اقول لك يا محمد المجموعه اللي بتخلص في الجيم بتيجي طبعا تكمل تدريباتها في الملعب. يعني كان مستر كولر مقسم اللعيبه لمجموعات، جزء يكون في الجيم بعد اداء الجانب البدني في الجيم بينضم طبعا لتدريبات الكروي الشغل الفني. لكن الامر الثابت دايما يا محمد بتلاقيه في التدريبات هو الجانب التخصصي اللي بيشتغل عليه مستر كارلوس.
احنا قلنا بالامس مطور الاداء اللي بيشتغل مع بعض اللاعبين، ممكن تلاقيه شغاله محمد مع اربع خمس لاعبين، ممكن ينضم ليهم لاعب سادس يشتغل معاه على بعض الجوانب التخصصيه الخاصه بالشق الهجومي طبعا للفريق بصفه عامه. ودي من الامور اللي هي خلاص بقت يعني حاجات معتاده في التدريبات النادي الاهلي، سواء التدريب الصباحي او التدريب المسائي. طبعا الجانب البدني او الجانب اللي يعني تقدر تقول التاهيل، الكابتن عمرو السوليه ماشي بخطى ممتازه جدا في البرنامج التاهيلي. طبعا في اكتر من فرد، او في انت عارف خليه عمل في النادي الاهلي مستمره، يعني امام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد الثلاثه. طبعا انت عارف في جزء خلاص تاهيلي اخير بياخدوه بجانب تدريبات الكره والتدريبات البدنيه، من اجل يعني ان انت توصل لعيبه للمرحله الحاله البدنيه، لان مستر كولر بيجهز اللعيبه طبعا لمباراه السوبر الافريقي، بعد ما خلاص خد التصريح ان اللعيبه من كريستيان فينكل الطبيب النمساوي ان خلاص اللعيبه تقدر تشارك في المباراه من اللحظه اللي انا بكلمك فيها، خلاص الامر بالنسبه للاعبين. فبالتالي بعض الجوانب البدنيه طبعا مع الدكتور محمود حامدي طبعا اخصائي التاهيل في النادي الاهلي، في يعني تقدر تقول اجزاء كتير جدا بيشتغل عليها، سواء الدكتور وفائي مع دكتور تامر ابو العينين مع كل الطاقم الطبي في النادي الاهلي، تجهيز كافه اللاعبين، التدريب طبعا زي ما قلنا محمد، الجوانب التخصصيه، التركيز على بعض الجمل الفنيه والكرات الثابته اللي بيشتغل عليها مستر كولر. طبعا هيكون في تدريب مسائي، يعني التدريب المسائي هيكون في تمام الساعه الخامسة بتوقيت النمسا، السادسة بتوقيت القاهره باذن الله. تقدر تقول يعني ان شاء الله من الكواليس، من الامور اللي احنا لمسناها في اللاعبين، خلاص انت قفلت خلاص صفحه الجوله الحره بالامس، خلاص عندي تركيز مباراه السوبر الافريقي، الحديث الشاغل للاعبين في الفتره القادمه. ان شاء الله يكون يعني يوم موفق للنادي الاهلي، يوم مباراه السوبر، ويتوج النادي الاهلي بطل السوبر باذن الله. طيب انطباع الجهاز الفني على قرعه الدوري الافريقي يا فاروق، وامبارح تابعوها شافوا الفرق المنافسه الانطلاقه مع سيمبا، تعليق كولر، تعليق الجهاز الفني، تعليق اللاعبين، يعني لنا كده يعني رصد كده لما رصدته او شفته من خلال متابعه الجهاز واللعيبه للقرعه. يعني خليني اقول لك يا محمد، بالنسبه لمستر كولر يعني انطباعه كان بسيط شويه، لانه قال انا تركيزي منصب على مباراه الاتحاد العاصمه، يعني التركيز كله على مباراه اتحاد العاصمه، هي المباراه الاهم دلوقتي، لان انا دايما بشوف المرحله اللي انا موجود فيها ايه، المرحله القادمه اتحاد العاصمه. لكن اكيد طبعا يعني فريق سيمبا قال طبعا هي مباراه قويه جدا، فريق سيمبا من الفرق اللي هي تعتبر في التصنيف الثاني، ولكن هو افضل الفرق في هذا التصنيف. بعض اللاعبين، بعض الانطباعات، انت عارف يعني النادي الاهلي هو القيمه الاكبر في القاره الافريقيه، فكان طبيعي يكون موجود في المباراه الافتتاحيه. مواجهه صعبه جدا، اللعيبه اتكلمت على المواجهه، اللعيبه يعني انت عارف انت في طريق خلاص فريق يا صن داونز او بترو اتلتيكو، الجميع مش عايز يتكلم على مواجهه محتمله ما بين الاهلي وصن داونز في البطوله، لكن التركيز يكون على مباراه سيمبا. لكن النقطه يعني المهمه برضو ان احنا يعني مع كابتن خالد قال في فتره صعبه جدا يبقى عندك عدد سفريات كتير جدا طبعا وتجهيزات، فيعني انت بتقدر تبدا من دلوقتي بتجهز مجموعه يعني انت عارف حاجات الاداريه واللوجستيه للنادي الخاصه، سواء بالسفر للسعوديه ثم السفر لتنزانيا في وقت، يعني تقدر بتجهز هذه الامور. يبقى عندك طبعا انت عارف البطوله هتبدا يوم 20 اكتوبر، هتبقى عندك مجموعه سفريات ورا بعض، سواء ان شاء الله بعد تجاوز عقبه سيمبا التنزاني هيبقى عندك يا مواجهه مع صن داونز وهي مواجهه محتمله او بترو اتلتيكو، ثم المباريات الاخرى، هيكون عدد مباريات في فتره يعني صعبه جدا وفتره قليله جدا. لكن اللعيبه، الجهاز الفني هدفه البطوله، مهم جدا ان النسخه الاولى للبطوله يكون فيها النادي الاهلي هو البطل، ودي الطموح اللي عند اللاعبين. بعض اللاعبين بتتكلم احنا عندنا بيقولوا يا محمد احنا من السنه دي حققنا خمس بطولات، احنا يعني السنه الجايه بننافس على تسع بطولات ثمان بطولات أكيد. هدفنا ان احنا نحقق البطولات. النادي الاهلي لا يخشى احد طبعا، لكن فريق سيمبا طبعا واحد من الفرق اللي طبعا الاسماء اتفضل يا محمد. يعني اللعيبه، هل اللعيبه برضو يعني انشغلت بالقرعه، عرفت ان في مواجهه مع سيمبا، لو كسبت ممكن تواجه صن داونز؟
بالفعل يا محمد، يعني اللعيبه اثناء الجوله الحره كانوا متابعين القرعه، هنشوف احنا ما احنا مع مين مواجهه سيمبا. في بعض اللاعبين، خليني اقول لك ان بعض اللاعبين كان متوقع هذا الامر، يعني قبل القرعه كده كان بعض اللاعبين قال لك احنا انا متوقع ان احنا نلعب مع سيمبا، خاصه ان الاتحاد الافريقي اعلن ان المباراه الاولى او المباراه الافتتاحيه تكون في تنزانيا، فكتير كتير من اللاعبين كان متوقع قال لك ان احنا ممكن يعني بنسبه كبيره نلاعب سيمبا في المباراه الاولى. انت عارف اسم النادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه، وجود النادي الاهلي في ملعب سيمبا اكيد هيدي قوه للبطوله، وهيدي يعني انت عارف البطوله مستحدثه بالنسبه للاتحاد الافريقي، مهم جدا ان هو في اول يعني زي ما نقول اول طلعه يكون بالشكل او بالحضور الجمهور يعني اللي اعتقد مش هيكون بالشكل الا في وجود النادي الاهلي، يعني استاد سيمبا مش هيكون بالشكل الممتلئ عن اخره الا في حضور النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي، لكن اللعيبه ان شاء الله مركزه ان شاء الله نتجاوز عقبه سيمبا، نتجاوز ان شاء الله عقبه سان داونز او بيترو اتلتيكو، وان شاء الله نكون موجودين في المباراه النهائيه باذن الله. عندك اي تفاصيل او اي اضافات؟ عايز اضيف لك يا محمد نقطه مهمه جدا، المباراه الوديه للنادي الاهلي طبعا هتكون خلاص يوم الثلاثاء في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره، يعني خلاص انا باكد لك على هذا الموعد، تقرر ان المباراه تكون في تمام الساعه 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهره، طبعا انت عارف مع احد اقوى الفرق في الدوري السلوفيني، وهو بالمناسبه من الفرق اللي هتلعب في اليوروبا ليج، واحد من الفرق يعني القويه جدا في الدوري السلوفيني، طبعا مستر كولر مجهز سيناريوهات كتير، مجهز انت عارف امور كتير جدا، البدايل اللي انت بتخلق برضو مجموعه، عايز تجرب بعض اللاعبين في هذه المواجهه، وتكون ختام قوي جدا طبعا للفريق قبل طبعا العوده الى القاهره والتحضير طبعا لمباراه الاتحاد العاصمه باذن الله. باذن الله. زميلنا فاروق صلاح مفضل قناه الاهلي في النمسا، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات حول استعدادات الفريق لمباراه السوبر وختام المعسكر بمباراه وديه يوم النهارده ايه الحد، يوم الثلاث ان شاء الله في النمسا، المباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره. قبل ما اطلع لفاصل، بما ان المباراه مع سيمبا التنزاني يوم 20/10، عايز اقول لكم معلومه كده سريعه، ابتداء من النهارده احنا بنتكلم يوم 3/9 لغايه 20/10 ملعب سيمبا اغلق وحاليا في الصيانه عشان افتتاح الدوري الافريقي، وهيبقى في حفل افتتاح، وهتبقى مباراه الافتتاح مع الاهلي وسيمبا باذن الله قد تقام تحت الاضواء الكاشفه، لان تم زياده القوه المتعلقه بالاضواء الكاشفه في استاد سيمبا، والملعب لن تقام عليه اي مباراه ابتداء من النهارده لغايه يوم 20/10. حتى سيمبا في مباراه دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا هتلعب على استاد عزام في تنزانيا، مش هتلعب على ملعبها الرئيسي اللي بيسع لحوالي 60,000 متفرج، لان الاتجاه ان مباراه الافتتاح يكون فيها حفل، المباراه احتمال تقام في المساء، وفي نفس الوقت الملعب هيتم الصيانه عشان ارضيه الملعب تكون جاهزه لاستقبال هذه المباراه، وبالتالي ملعب سيمبا من دلوقتي لغايه 20/10 مقفول للصيانه عشان التحضير لمباراه الافتتاح، وسيمبا هيلعب دوري ابطال افريقيا على استاد عزام، مش هيلعب على ملعبه الرئيسي. ناخد لفاصل، وبعد الفاصل نرجع بسرعه عشان عندنا اخر اخبار الترند. الوقت جري معاكم بسرعه، وهشوف اروح بسرعه لترند الاهلي لان في تفاصيل كتيره. حساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه بيتكلموا على الاهلي واتحاد العاصمه من اجل هدف واحد، تحقيق كاس السوبر الافريقي. موعدنا 15 سبتمبر، المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، تحدد رسميا المباراه هتكون الساعه 9 باذن الله بتوقيت القاهره، وفي اتجاه ان يكون في حفل فني على هامش لقاء السوبر، حفل فني على هامش لقاء السوبر، والمفروض خلال الساعات اللي جايه هيتم طرح التذاكر هذه المباراه ان شاء الله، ربنا يوفق الاهلي في هذه البطوله القاريه. كمان المصري الرياضي بيلقي الضوء على من هو رئيس بعثه الاهلي في السعوديه. العمري فاروق يترأس بعثه الاهلي بالسعوديه لخوض السوبر الافريقي، اكيد هيكون في تفاصيل رسميه الاهلي هيعلنها خلال الساعات اللي جايه. يلا كوره بيتكلموا بيقولوا بسبب الاهلي، مصدر ليلا كوره، اتحاد الكرة يناقش إقامة السوبر قبل الدوري الإفريقي، يعني الكلام على إن بطولة السوبر للأندية الأبطال تتلعب في الفترة من 30/9 ل 9 أكتوبر. طب هل تحدد مين هو بطل الكأس؟ هل أنت عرفت الموقف الرسمي للأهلي؟ ما الأهلي أعلن قبل كده في صعوبة إن أشارك في أي بطولة مستحدثة، ولسه الأمور بالنسبة لي مش واضحة، ولكن لما نشوف اتحاد الكرة هيتصرف إزاي، لأن بصراحة في تفاصيل كتيرة مش واضحة، لا ميعاد الدوري ولا استكمال الكأس ولا ميعاد كأس السوبر للأندية الأبطال ولا لائحة البطولة ولا موقف الزمالك، مش عارف، الناس كلها ضربة غطس، محدش عايز يطلع يقول اي حاجة. يلا كورة وتصريح من احمد علي المتحدث الاعلامي باسم سيمبا، قال الدوري الافريقي يضم الفرق الكبيرة في افريقيا، لا نشعر بالخوف ونعرف كيف نتعامل
مع الاهلي، باذن الله الاهلي هيكون جاهز لاقصاء سيمبا. كوره بلس بيقولوا ان الاهلي يناقش يعني كولر لتجديد عقد السوليه، وان في جلسه بدات مع كولر في مساله تجديد عقد السوليه خلال الفتره اللي جايه، خاصه ان عقد السوليه هينتهي بنهايه الموسم المقبل، والاقرب هو التجديد ليه لموسم جديد. حساب كوره بلس ايضا نقلوا تصريحات لحمد فتحي بيقول فيها: انا رهن اشاره الاهلي، لعيب جيد ومميز، نتمنى له التوفيق يا رب مع تجربته الجديده في الوكرة القطري. حساب اليوم السابع بيقول ان كولر يطلب من الاهلي تمديد تعاقد علي معلول موسما اخر لينتهي 2025. هيبقى في جلسات اكيد مع السوليه ومع معلول بعد تجديد عقد قفشه ومحمود متولي كمان محمد هاني. كل التفاصيل دي اكيد هتعلن خلال الساعات اللي جايه وقبل لقاء السوبر الافريقي. اخر حاجه حساب بطولات، عمار حمدي اقترب من الانتقال لنادي المقاولين بعدما تدخل الاهلي وانهى مشكلته مع سيراميكا. هناك جلسه في الوقت الحالي بين مسؤولي الاهلي والمقاولين العرب لحسم الصفقه. عمار كان راح لسيراميكا اعاره، مع بدايه فتره الاعداد شايف انه عايز يرجع يلعب او يروح في المقاولين ما يلعبش في سيراميكا. الاهلي اتكلم معاه ولكن يعني اللاعب فضل انه يلعب في المقاولين، وبالتالي تم انهاء الامر مع سيراميكا وحاليا الاتفاق مع المقاولين. اخر حاجه في الترند المحلي اليوم السابع، اتحاد الكوره عايز 30,000 مشجع في مباراتي مصر امام اثيوبيا وتونس في اجنده شهر 9. نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. سؤال كان: رايكم ايه في قرعه الدوري الافريقي؟ استاذ رمضان حمدي بيقول: كل الفرق المشاركه مميزه بطبيعه الحال، بس اكيد الاهلي هو المنافس الاقوى لاي فريق، بس اكتر الفرق المشاركه اصحاب الاداء المميز في السنوات الاخيره الوداد وصن داونز، باذن الله اللقب الاول اهلاوي. استاذ محمد بيقول: مساء الخير يا استاذ محمد، اقوى فريق منافس للاهلي في بطوله الدوري الافريقي هو بالطبع صن داونز، لانه فريق يمتلك العديد من اللاعبين الشباب وبيلعب كره قدم سريعه. تحياتي لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ محمد. بجري بسرعه في التعليقات. استاذ سام بيقول: تحياتي يا استاذ محمد وفريق العمل، اعتقد ان كونها اول بطوله ستكون المنافسه قويه جدا وكل الفرق يعني تسعى لحصدها، لكن الواقع بيقول ان اقوى منافس للاهلي هو فريق صن داونز والوداد. نشوف تاني راي استاذ عمرو بيقول: احنا دايما ما يفرقش معانا مين اقوى منافس، كلهم اقوى، وان شاء الله هنكسب كل الفرق اللي هتلعبنا في البطوله، وهنكسب البطوله باذن الله بالعزيمه والاصرار والروح، باذن الله نفوز بالبطوله. جمهور الاهلي العظيم واثق في اللعيبه. تحياتي ليك يا استاذ محمد والفريق العمل. شكرا ليك يا استاذ عمرو. استاذ سامح بيقول: البطوله فيها 7 فرق لهم الحق في التنافس والمنافسه على الوصافه للاهلي الكبير، لكن لافريقيا بطل واحد وزعيم واحد هو سيدها وسلطانها، نادي القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، والى يوم يبعثون الاهلي على العهد دايما، الكل يعيش الوهم والبطوله للاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا. استاذ سامح محتاج يطلع على الاستاد يشجع ويساند ويوازر، كلام كله حماسي. نتمنى يا رب التوفيق للاهلي في بطوله السوبر ليج وفي المنافسات القادمه وفي بطوله السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.